موجبات الغسل، متى يجب على المسلم أن يغتسل؟ غسل كلف مسلمان ما دي واجبيه. إسلام الكافر جكلا كافر مسلمان الكافر إذا أسلم يغتسل، كلا جكافر إسلام طرف تراشي إسلام راود غسل بكي. موت غير الشهيد، كل مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد. ده شهيد ده بغير تهرسك مرشي ده غير بغسل وركولكي. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس تغتسل ولابد. خذا جكلا ده حيض وده نفاس نباكش ونخام خام اللامبي. الرابع الجنابة، إما الجنابة تكون بجماع. سلورم جدا يغا جنابة ديك غبهم بستري سري. إذا جامع الزوج الزوجة اغتسل. تكلا خذا وخاوان سرهم بستريوكي غسل بكي. أو إذا خرج منه مني وهو مستيقظ أو وهو نائم لابد من اغتسال والله أعلم. يا بخوبكي أو يا بويخة تكلا مني وزين ولازم غبا غسل كي والله أعلم.